السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم آخر الأخبار عن حسام عوار بخصوص التحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. التقى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفزاف بلاعب نادي ليون الفرنسي حسام عوار من أجل إتمام إجراءات التحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري. واستغل رئيس الفاف تواجده بفرنسا بطلب من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الذي سيعقد اليوم اجتماعا مع رؤساء الاتحادات الإفريقية من أجل الحديث عن تطوير كرة القدم في إفريقيا للقاء نجم ليون الفرنسي الذي أمضى على كل الوثائق وصار لاعبا جزائريا بصفة رسمية، وبالتالي من المنتظر أن يكون عوار جاهزا للالتحاق بتربص المنتخب الوطني شهر مارس المقبل للمشاركة في مواجهتي النيجر ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا بكوديفوار. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.